مساء الفل يا شباب، معاكم دكتور نور تركي، دكتور الكبد والجهاز الهضمي مستشفيات الزمالة المصرية. وبنكمل كده مع بعض سلسلة فيديوهات السيستميك بكتيريولوجي، وهنتكلم في البكتيريا الثالثة من العيلة بتاعة السبايروكيتس وهي الليبتوسباير. اوكي، احنا اتفقنا ان عيلة السبايروكيتس دي فيها ثلاث بكتيريات، التريبونيما والبوريليا اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، والثالثة اللي هي الليبتوسباير، هنتكلم عليها في الفيديو دوت ان شاء الله. فيديو لطيف وبسيط وسهل خالص، وهيبقى خفيف خالص ان شاء الله، مش هيبقى طويل خالص يعني. اوكي، طيب بص كده معايا على الليبتوسبايرا. زي ما احنا بنتكلم في اي بكتيريا عندنا في السبايروكيتس، ليها شويه كرايتيريا كده كاركترستيك بيها، اللي هي ايه؟ اللي بتبقى لونج اول حاجه، تاني حاجه بتبقى ثين وفليكسبل، اوكي، وبتبقى سبايرا. ده نفس الوصف بتاع كل البكتيريات تقريبا اللي هي السبايروكيتس، ولكن موضوع سبايرال ده هو اللي بيختلف شويه من بكتيريا للتانيه. البكتيريا بتاعتنا اللي هي ليبتوسبايرا، السبايرالز بتاعتها او الجزء اللي هو المعرج بتاعها دوت شكله عامل ازاي؟ بيقول لك فيري فاين سبايرالز، يعني معناها ان هي قريبه جدا من بعضها، السبايرالز بتاعتها قريبه جدا من بعضها بالشكل ده، اوكي؟ وتاني حاجه ان في الاخر هي بتبقى ريجولر، على عكس مثلا الجزء بتاع البوريليا، الجزء بتاع البوريليا كانت الريجولر. تاني حاجه ان الجزء الاخير من الليبتوسبايرا بيبقى فيه شكل خطاف كده اهوت، فبيقولوا عليها بيبقى الجزء الاخير او التيرمينال اند بتاعتها تبقى بنت او بتبقى متنيه، فبتعمل شكل الخطاف. اوكي، يبقى لما اجي اوصف لك الليبتوسبايرا اقول لي والله يا دكتور هي عباره عن ايه؟ شبه بالظبط اخواتها، هي ثين وفليكسبل وسبايرال فاسيلاي، السبايرا بتاعتها تبقى فاين سبايرال، والتيرمينال اند بتاعتها تبقى بنت كده اهوت، فبتعمل الايه؟ بتعمل الهوك شيب ده زي ما حضرتك شايف كده. ادي الفاين سبايرالز بتاعتها، واخر حاجه خالص هي الجزء الاخير اللي متني ده، فبيعمل لك الايه؟ بيعمل لك الهوك شيب او شكل الخطاف يعني. اوكي، طيب المعلومه الثانيه، زي اي بكتيريا من اخواتها هي هايلي موتايل، والموتيل دي بتاعتها تبقى ويز اند فلاجيلم. الحاجه الثالثه حضرتك بتصبغها بايه؟ في التريبونيما كنا بنقول كلمه سيف، في البوريليا كنا بنقول كلمه جدل، هنا البتاع دي هتتصبغ بس بالدارك فيلد مايكروسكوبي اللي هي الاسينشال، مش هتتصبغ يعني، اقصد هتشوفها بايه؟ بالدارك فيلد مايكروسكوبي اللي هو الاسينشال مايكروسكوبي بتاعها. اوكي كده يا دكاتره، يبقى هي دي المعلومات الاساسيه في الجزء بتاع الايه؟ الليبتوسفاير. طيب هتزرعها حضرتك على ايه؟ في حاله التريبونيما كنا بنقول ملهاش كلتشر، الباثوجينيك سترينز. في حاله البوريليا كنا بنقول ان هي مايكرو ايروفيليك، وكانت تتزرع على البي اس كي ميديا. هنا بقى في الليبتوسبايرا هي ايروبيك كونديشن. يعني ايه ايروبيك كونديشن؟ يعني بتحتاج كميات كبيره من الاكسجين. اوكي، دي معلومه مهمه قوي، الاكسجين هنا في حالات الليبتوسبايرا مهم بالنسبه لنا. اوكي كده، بص علشان ما تنساش، انا يهمني جدا في الليبتوسبايرا حاجتين، ميه وهواء. الهواء اللي هو الاكسجين، والميه زي ما هوضح لك دلوقتي اللي هو السورس بتاعها الاساسي. تمام، طيب بتتزرع بقى على ميديا اسمها ايه؟ عندك اثنين ميديا، في حاجه اسمها ستيوارتس ميديا اللي هي الميديا بتاعت العالم اللي اسمه ستيوارت، والميديا الثانيه اسمها فليتشر ميديا او الفليتشر ميديا. اوكي، يبقوا الاثنين دولت الستيوارت والفليتشرز ميديا. تمام كده يا دكاتره، يبقى دي الطريقه اللي احنا هنزرعها عليها. طيب نيجي بعد كده بقى على الفيريلانس فاكتور، وهنا مفيش تفاصيل مذكوره عند حضراتكم كتير قوي يعني، ولكن جاست للعلم بالشيم، هو بيقول لك ان الفيريلانس فاكتور بتاعها ان هي بتقدر تعمل دايركت انفيجن للتيشوز بتاعتنا، وبتعمل ملتيبليكيشن في الخلايا. طيب الكلام ده ازاي؟ اديني فكره كده يا دكتور. ببساطه لو انا جبت لك البكتيريا بتاعتنا دهيت اللي هي السبايروكيتس، واخدت منها كات سيكشن، هلاقي عليها على السيرفيس بتاعها شويه مولكيولز كده، من ضمن المولكيولز اسمهم الادهيزنز مولكيولز. الادهيزنز مولكيولز دي هي عباره عن جزيئات مسؤوله عن ان هي تربط البكتيريا او تخليها تكلبش في السيرفيس ايبيثيليوم، فتساعدها على انها تاتاتش وتنفيد الايه؟ وتنفيد التيشوز بتاعتي، اوكي؟ وطبعا بتطلع شويه توكسنز، وبتطلع شويه انزيمز زي الهياليورونيدز انزيم، بيكسر لي الهياليورونيك اسيد اللي موجود في البيزمنت برين، زي ما شرحنا مليون مره الميكانيزم ده قبل كده. اوكي يا دكاتره؟ حلو قوي. نيجي بعد كده بقى على الديزيز اللي هي بتعمله. الليبتوسبايرا بتعمل ديزيز اسمه ليبتوسبايروسس، اوكي؟ امال ايه وينز الديزيز اللي انت مسميهولي ده يا دكتور؟ دي المرحله الثانيه من الديزيز اللي اسمه ليبتوسبايروزس. اوكي، يبقى المرض اللي بتعمله الليبتوسبايرا اسمه ايه؟ اسمه ليبتوسبايروزس. طيب مين ويلز ديزيز؟ ويلز ديزيز ده هو مرحله من مراحل الليبتوسبايروز. تمام، طيب نيجي اول حاجه كده على الكوزيتيف اورجانيزم بتاع الليبتوسبايروزس، وعندك اثنين بكتيريا اللي هي الليبتوسبايرا اكتيريو هيموراجيكا، واسمها كده من اسمها تبقى سهله خالص، كلمه اكتيريو دي يعني معناها اصفر، كلمة اكترس يعني جندس يعني صفرة، العيان مصاب بالصفرة يعني، وهيموراجيكا يعني معناها ان العيان ده هيكون عنده هيموراج. اوكي، تحديدا يعني بالمونري هيموراج، فهتلاقيه بيكح دم.
اوكي، يبقى احنا كده من اسم البكتيريا عرفنا تقريبا الاورجانيزم ده او الديزيز ده هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى ليبتوسبايرا اكتيريو هيموراجي يعني معناها ايه؟ معناها ان دي ليبتوسبايرا اللي بتعمل اكتراس، المقطع الاولاني من الكلمه ده اللي هو الاكتيريو ده، فده اكتراس يعني صفرة، اوكي، يعني معناها ان بتاعتي هتصيب الكبد، وهيموراجي يعني معناها هتعمل هيموراج، فده بالمونري هيموراج. تمام كده يا دكاتره؟ واضح جدا انها بكتيريا عنيفه. واشهر بكتيريا موجوده في العيله دي اسمها الليبتوسبايرا انتيروجانس، اوكي، ده اشهر بكتيريا موجوده في عيله الليبتوسبايرا. يبقى ادي الكوزيتيف اورجانيزم بتاعنا. طيب بتتنقل ازاي؟ يعني ايه هو الباثوجينيسيس اللي موجود؟ قلت لك انا عندي كلمتين اتنين مشهورين في الليبتوسبايرا، ميه وهواء. قلنا الهواء فوق ان هي ايروبيك، كلمه ميه بقى هي دي اللي هتفتح لك الايه؟ الباثوجينيسيس، دي المفتاح بتاع الباثوجينيسيس. ازاي؟ البكتيريا دي اينما وجدت الميه وجدت الليبتوسبايرا، ومش اي ميه، ميه كونتامينيتد يعني ميه ستاجننت. يعني ايه ميه ستاجننت؟ يعني ميه راكده حضرتك ما بتتحركش، يعني حضرتك عندك ترعه مثلا قدام البيت والميه اللي فيها راكده، اوكي؟ او مثلا انت زارع زرعه والزرعه دي فيها ميه كتيره والميه اللي فيها مرقده ما بتتحركش كتير، اوكي؟ او مثلا مصدر من مصادر الصرف الصحي، الميه برضو فيها مرقده ما بتتحركش كتير. فاهم كلمه حضرتك لازم تكون عارفها هو الستاجننت ووتر، ده المصدر الرئيسي بتاع حضرتك، تمام كده؟ طيب يبقى احنا اتفقنا اهو اول حاجه موجوده ستاجننت ووتر. طب اشمعنى الاستاجننت ووتر؟ ببساطه لان الاستاجننت ووتر بيبقى حواليها بعض الحيوانات اللي ممكن تعمل لنا مشاكل اللي تبقى شايله الليبتوسبايرا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك ميه الصرف الصحي، اوكي، اللي هي مواسير الصرف الصحي ديت، تبقى موجوده فين؟ موجوده في مناطق قذره جدا، ويبقى دايما حواليها شويه حشرات كده او شويه قوارض احنا عارفينها، اشهرها الرودنس اللي هي الفئران او القوارض. دايما الفئران حوالين مواسير الصرف الصحي اللي تبقى تحت المدن، يعني اوكي، في البنيه التحتيه بتاعت المدن. فده موجوده بشكل اساسي، يعني الماسوره اللي شايله الصرف اللي شايله ميه الصرف دي موجود حواليها فئران عماله بتقرقص فيها وعايشه وعامله العش بتاعها، اوكي. طيب الفار ده هو اللي مصاب بالبكتيريا بتاعتنا اللي هي الليبتوسبايرا. فلما الفار ده يعمل حمام، الفيسز بتاعته او الستول اللي هو بيطلعه يرميه فين؟ يرميه في الميه اللي جنبه، اوكي كده؟ فتبقى الميه دلوقتي بقت ملوثه بالليبتوسبايرا بتاعتنا. نفس الفكره بالظبط في كلاب الشوارع، الكلاب اللي بتبقى موجوده في الشوارع ديت بتبقى دايما جنب ايه؟ جنب مصادر الميه علشان تشرب وكده، تمام؟ فتلاقي الكلب شرب من هنا وصرف حاله من هنا، فتصريفه الحاله اللي هو بيصرفها دي تبدا تطلع الايه؟ تطلع البكتيريا مع الاستول، يعني هو بيشرب ويروق على حاله وبعد كده ايه؟ بيصرف حاله فيبوظ لك انت حالك، تمام كده؟ طيب يبقى ادي المصدرين الاثنين بتوعنا. بعد ما حصل ان الكلاب او الفئران او اي قوارض عامه، مش بس الفئران بس، يعني سحالي مثلا، هامسترز، اي حاجه من الحاجات دي كلها، يعني عملوا يعني العمله بتاعتهم ديت وراحوا جايين عاملين الاستول او منزلين البراز بتاعهم دوت في الميه، بدات الايه؟ بدات البراز ده ينزل على الاستاجننت ووتر. طيب دلوقتي بقى عندي ميه مصدر ملوث. يجي بقى الانسان ان كونتاكت. يجي الانسان ان كونتاكت ازاي؟ بص يا سيدي، انا عندي شويه بني ادمين دايما دايما ات ريسك فاكتور، يعني معناها ان شويه البني ادمين دولت هيبقوا عرضه كتير جدا للليبتوسبايرا. وده على فكره مفتاح حل الكيس، يعني الليبتوسبايرا انت مش ممكن تفكر فيها الا لو انت دكتور شاطر قوي، واول حاجه بتسال عليها العيان بعد الاي جي 6 زي ما هنتكلم ان شاء الله في شريط البطنه، عندك اي جي 6 اوكيوبيشن، بتساله انت شغلانتك ايه؟ فيقول لك انا شغلانتي حاجه من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. عشان ما تنساهاش افتكر دايما ان الليبتوسبايرا بتصيب المزارع. مزارع دي باللغه الانجليزيه يعني كلمه فارمز، اوكي؟ تعالى بقى نبص على الفارمز دي. اول اف الفيشر مان، يعني الناس الصيادين، وده منطقي، الناس الصيادين دولت شغالين طول الليل والنهار عمالين بيفردوا شبك او شغالين بالصناره، يعني ليهم كونتاكت مع ايه؟ مع الاستاجننت ووتر او مع الرننج ووتر وات ايفر يعني، تمام؟ طيب ادي اول حاجه من حرف الاف. الايه؟ الارمي فورسز. اشمعنى الارمي فورسز؟ يعني هقول لك يا سيدي، سعادتك يا باشا، في كتير من الاحوال بتاعت الارمي فورسز ما بيبقاش متوفر ميه نظيفه، اوكي؟ مثلا بيبقوا موجودين في حته صحراء ولا حاجه، وفي بير هنا، في مش عارف واحه هنا موجود فيها شويه ميه، الميه اللي موجوده خلصت، هم بيدوروا على اي مصدر من الميه وهكذا. فاللي انا اقصده بكلمه ارمي فورسز او الميليتري فورسز هنا ان الميه اللي موجوده عندهم ما بتبقاش نظيفه قوي، اوكي؟ ربنا ينصر وما تروحش بده. طيب يبقى ادي الايه؟ ادي الكوست الارمي فورسز بتاعتنا، يبقى اي ستاجننت ووتر هم بيجوا مايلين عليها ومشربين على طول عشان عطشانين طبعا. اللي يخش الجيش هيعرف الكلام دوت، يعني احنا داخلينه على ربنا يستر. طيب الايه بتاعتنا اللي هي الار اللي هي الرايس وركرز، مين الرايس وركرز دولت؟ الناس اللي شغالين في مزارع الرز،
اشمعنى الرز؟ لان الرز حضرتك بتيجي فاتح عليه المكنه اللي هي مكنه الري يعني، وبتيجي مليه ميه، ويفضل ميه موجوده فيه طول تقريبا فتره الزراعه بتاعته. الميه دي ميه راكده ما بتتحركش لا يمين ولا شمال، اوكي؟ فيتجمع فيها ليبتوسفاير، تمام كده؟ وطبعا في فران حواليك، فالفران دي عماله تاكل، وبعد كده تعمل الفيسس، فالفيسس بتاعتها فيها ليبتوسفاير، تمام كده يا دكاتره؟ طيب ايه كمان؟ الام اللي هم الماينرز اللي هم عمال المناجم يعني، برضو لان المناطق اللي هناك بيبقى فيها ستاجننت ووتر وهكذا، تمام؟ يعني حضرتك مثلا داخل منجم او داخل كهف او داخل اي حاجه، الميه اللي فيه بتبقى ميه في ابيار، فبتبقى ايه؟ او مش ابيار، بتبقى زي بقعه كده فيها ميه، والميه دي ستاجننت، فده بيبقى مصدر كويس جدا للايه؟ للليبتوسفاير. كمان كده وكده الماينرز او اللي هم يعني الماينز او اللي هي المناجم او الكيفز او اللي هي الكهوف يعني، بيبقى فيها فران كتير طبعا، فالفران دي ممكن تنقل المرض بسهوله. اخر حاجه خالص اللي هو ال 2 اس بتوعنا، كلمه فورمز 2 اس، اللي هم الشوجر كين وركرز، اللي هم عمال اللي عمالين بيحصدوا القصب. ليش معنى؟ برضو نفس الفكره بتاعت الرز كده، القصب بيحتاج ميه كتير، تمام؟ والسيوج وركرز اللي هم العمال اللي شغالين في مصارف الصرف الصحي والمواسير والكلام ده كله، ليهم كونتاكت يعني مع الايه؟ مع الاستاجننت ووتر، تمام؟ كل الناس دي كلها بطبيعه الحال هتبقى اندايركت كونتاكت مع الايه؟ مع الاستاجننت ووتر او مع الكونتامينيتد ووتر دي. طيب يخش لك بقى الانفكشن ازاي، او يخش لك الاورجانيزم ازاي؟ كذا سورس. اولا عن طريق السكين او الميوكوس ممبرين. ازاي؟ لو حضرتك نازل تتسبح او نازل تستحمى في الميه مثلا، العيال بيعملوها كتير قوي يعني، عندنا مثلا في كوبري في بحر شبين دوت بينزلوا كده بلابيس يعني. لو هو عنده ايه؟ عنده جرح في ايده، فبطبيعه الحال الميه دي كونتامينيتد بالليتوسفايرا على طول تخش عن طريق الجرح. طيب ده مش بالضروره يكون موجود. في ايه تاني؟ الكونجنكتيفا يا بيه، حضرتك على طول في الميه طول النهار والليل، فالكونجنكتيفا او ملتحمه العين دي اندايركت كونتاكت مع الميه، الميه دي لو استجننت ومعفنه ومنيله طبيعي هتقدر تخش عن طريق الايه؟ عن طريق الكونجنكتيفا او الميوكوس ممبرين، فاهو ادي عن طريق الكونجنكتيفا. طيب ايه كمان؟ سويمنج اون كونتامينيتد ووتر، حضرتك وانت بتعوم كده اهوت وانت جاي بالع شويه الميه فتجيلك برضه. او وده رير شويه، انجيشن اوف كونتامينيتد فود. ده ازاي؟ ده هتلاقي ان الفود دهوت بقى كونتامينيتد بميه ملوثه، زي ما كنا لسه عمالين بنشرح من شويه في موضوع الرز وموضوع القصب وموضوع الكلام ده كله، تمام؟ بس ده رير اكتر، يعني معناها ان المصدر الرئيسي للانتقال الاورجانيزم دهوت هو الميه الملوثه، تحديدا الاستاجننت ووتر او المياه الراقده اللي ما بتتحركش يعني، تمام كده يا دكاتره؟ هتقول لي طب ما البحار بتتحرك وكده، مش بالضروره، يعني انا بقول لك بحر جبين اللي عندنا دوت يعني المايه بتتحرك وكل حاجه، بس لو بصيت فيها هتلاقي مايه شكلها قذر جدا يعني الكلب الميت يعرف يتحط فيها، تمام؟ بس بينزلوا ويعوموا يشربوا بقى. anyway ده الايه؟ دي التفاصيل بتاعتي. طيب كلينيكال بيكتشر بقى، الاول الواد ينزل يعوم في البحر بتاعنا دوت، هو اسبوع واحد يبدا يظهر عليه الاعراض، فانت عندك الانكيوبيشن ثيري بتاعتنا هو اسبوع، يعني احنا معناها ان احنا في العيد كان اللي هو الثلاث اللي فات دوت، احنا منتظرين الشباب دولت يقول لنا النهارده تقريبا السبت او الحد يعني، فاحنا منتظرين الشباب دولت يقول لنا خلال الاسبوع دوت يعني، انهم كانوا عاملين ايه؟ بيعملوا هارد بقى قدام البنات ويعملوا حوار يعني. anyway مش موضوعنا دلوقتي، تمام؟ طيب ده الايه؟ ده الاسبوع. طيب الكلينيكال بيكتشر بقى، بص يا سيدي، انت عندك مرحلتين اتنين في الكلينيكال بيكتشر دي. المرحله الاولانيه اللي هي الباكتريميك ستيت، يعني معناها ان الاورجانيزم ده وصل للدم، ومن الدم بقى يبدا يعمل البكتيريميا، والبكتيريميا يعني معناها فاهم اللي هي الفيفر والهيديك والانوركسيا والماليس، فلاش اي حاجه خالص. طيب في بعض الاحوال ممكن يجي له كونجنكتيفايتس، التهاب الملتحمه، ليه؟ لان الاورجانيزم بيخش عن طريق الكونجنكتيف، منطقي يعني. طب كونجكتيفيتس تعمل العيان ايه؟ تعمل العيان ده فوتوفوبيا، اوكي كده؟ اللي هو يعني مش عارف يبص للنور، واول ما النور يضاء في الاوضه اللي هو قاعد فيها يبدا يجيله الم في عينيه، تمام كده؟ طيب ادي التفاصيل الاولانيه بتاعت الايه؟ بتاعت البكتريميك ستيت. خش بقى على المرحله الثانيه اللي هي الويلز ديزيز اللي احنا بنقول عليها. فانا لما قلت لك ان الليبتوسبايروزس ده الجزء بتاع ويلز ديزيز ده جزء من الليبتوسبايروزس، يبقى انا كنت بتكلم صح. يبقى الويلز ديزيز ده جزء من الليبتوسبايروزس اللي هو السكند ستيج بتاعه، ودي المرحله الاخطر الحقيقه. يعني موضوع البكتيريا ده موضوع بسيط، كل البكتيريا بتعمل بكتيريا، لكن دي بقى هي اللي بتعمل المصيبه، الويلز ديزيز ده ايه بقى قصته؟ بص يا سيدي، الاورجانيزم ده هو يبدا يهاجم خلايا او يهاجم اورجانز موجوده في اجسامنا، اورجانز مهمه بنسميها البارينكيماتوس اورجانز، اورجانز مهمه وخطيره. افتكر لي كده اسمه يا دكتور، هو اسمه ايه؟ ليبتوسبايرا اكتيريو هيموراجي، اوكي؟ فاكتيريو يعني هيعمل اكترس، يعني هيصيب الليفر، وده فعلا اول اورجان بيصيبه، يبقى هو هيصيب الليفر، فالعيل اللي جينا بجوندس على طول اول ما الليفر يصاب يبدا يظهر على العيان جوندس. جوندس دي يعني الصفره تشوفها في عينيه، لون البول بتاعه بيبقى متغير ولون البراز بتاعه بيبقى متغير، وطبعا الليفر بيبقى كبير شويه.
فده كده انفكشن حصل في الليفر اللي هو الايه اللي هو الجوندس. اوكي طيب الجزء الثاني هيموراجي، يعني معناها في بالمونري هيموراج، يعني الراجل دهوت هتصاب الالفيولاي بتاعته وبعد كده يحصل ديستراكشن للالفيولاي. احنا عارفين او هنعرف ليتر اون ان شاء الله لما نيجي نشرح الجزء بتاع الشيست ان ده الالفيولاي وادي كده الجزء الخاص بالكابيلاريز. فاحنا عندنا البلود الفيولار بارير، ده بلود وده الفيولاي، فلما البارير ده يتربشر او يفرقع، يعني الاندوثيريال سيلز هنا تفرقع، يبدا الدم يتنقل عن طريق الالفيولاي، فالراجل ده يكح دم، فده اللي بنسميه الايه اللي بنسميها البالمونري هيموراج. فين هي؟ مش موجوده هنا، لا اهي بليدنج وذن ذا الفيولاي اللي هو البالمونري هيموراج. تمام كده. طيب ايه كمان ممكن يصيبه؟ بص يا سيدي، الاورجانيزم ده يحب دايما يعني الجخانيق الصغيره زي ما بيقولوا كده، المناطق الصغيره في وش فيها، زي فين؟ زي الجلوميرولاي. الجلوميرولاي دي هي بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت الكيدنيز بتاعتها. اوكي، فيعمل العيان ده انترستيشيال نفرايتس. اوكي، يبقى العيان ده هيجي له ايه؟ هيجي له انترستيشيال نفرايتس، وفي بعض الاحوال كمان ممكن يكسيد الموضوع الانترستيشيال نفرايتس ويجي له حاجه اسمها اكيوت رينال تيوبلر اسيدوزس او رينال تيوبلر نيكروزس. تمام كده يا دكاتره، هنبقى نشرح الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في النفرولوجي بقى لما نيجي نشرحه يعني. اوكي، يبقى حضرتك عندك ايه؟ عندك انترستيشن نفرايتس وعندك الاكيوت رينال تيوبلر اسيتوزس او رينال تيوبلر نفروز. تمام، نكروز سوري. ادي الايه، ادي الكلام بتاعنا. طيب نخش على اللي بعدها بقى وهي اخر حاجه خالص، ان البكتيريا ديت ممكن تحب تخش زي ما قلت لك في الخلايا الصغيره بتاعه البلاد برين بارير وتتنقل الى المننجيز وتعمل العيان ده ايه؟ تعمل له مننجايتس اهو. تمام كده، يبقى عيد المشاكل اللي ممكن تعملها كلها. يبقى على الليفر هتعمل جوندس، وعلى الكيدنيز هتعمل الانترستيشن نفرايتس والاكيوت رينال تيوبلر نيكروزس او رينال تيوبلر اسيدوزس، على اللنجز هتعمل البلمونري هيموراج، فوق هتعمل مننجايتس، ممكن هنا تعمل كونجنكتيفايتس ويوبيايتس، وممكن هنا كمان في الهارت تعمل مايوكاردايتس. اوكي كده يا دكاتره، يبقى عيد الكلينيكال بيكتشر بتاعتها. مرض عنيف جدا بالمناسبه يعني، ويلز ديزيز ده. تمام، طيب المانجمنت اولا هاو تو دايجنوز، والله سكيما عاديه خالص. انت بتدايجنوز الانتيجنز بتاعت الليبتوسفير او الانتي بودي عن طريق انتيجن انتي بودي رياكشن، اليزا بقى وامينو فلوريسنس والكلام بتاع الايه بتاع الامينو هيستو كيمستري اللي احنا قلنا عليه قبل كده ده. طيب بتدايجنوز الاورجانيزم ده نفسه ازاي؟ هتسحب عينه على حسب الاورجانيزم ده موجود فين، والله ممكن مثلا من البلاز في البكتريميك ستيت، ممكن من السي اس اف، ممكن من اليورين وهكذا، وبعدين تبدا تزرعها على الستورت ميديا او الفليتشرز ميديا اللي احنا قلنا عليها، وبعد كده تشوفها في الدارك فيلد مايكروسكوبي عادي خالص. تمام كده يا دكاتره، يبقى هي السكيما بتاعتنا سهله خالص ما فيهاش كلام. طيب التريتمنت البنسلين والاموكسيسيلين دولت الايه؟ الدراجز اوف تشويس. السكند لاين بتاعك هو الدوكسي سايكلين، يبقى بنسلين واموكسيسيلين دول الفيرست لاين، السكند لاين هو الدوكسي سايكلين. طب في حالات المالتيبل اورجان فيير بقى، لا انت هنا محتاج سبورتيف ثيرابي. يعني ايه سبورتيف ثيرابي؟ يعني مثلا لو عيان عنده ريسبيراتوري فيير او بلمونري هيموراج هتحطه على فنت، لو عيان مثلا البلاط بتاعه متدهور ولا حاجه ودخل في هايبوفوليميك شوك ممكن تلاقي له دم، وهكذا. يبقى على حسب الاورجن اللي بايظ ايه هو وتبدا تديله السبورتيف ثيرابي بتاعه. اوكي كده، يبقى ايه السبورتيف ثيرابي زي ما اتفقنا. طيب البريفنشن يعني كلام بسيط خالص بقى، الكلام بتاع الايه بتاع البره زي ما اتفقنا اللي هو الووتر سانيتيشن، يعني تنظف الميه ازاي. في شويه يعني كلام كده بيترصوا تحت بعضهم، يعني الكلام ده احنا اوريدي شرحناه قبل كده وحضرتك عارفه برده من البار. يعني مثلا ايه؟ تحط كلورين على الميه ديت، تحاول تعمل ووتر او سيوج ديسبوزال كويس، بروبر سيوج ديسبوزال، وهكذا. شويه سكيما كده حافظينها وخلاص يعني. تمام، طيب في الاخر في دوكسي سايكلين ممكن يستخدم 200 مللي جرام، بيتاخد مره واحده بير ويك، ده لو انت عايز ايه تعمل بريفنشن في حالات الهيفي اكسبوجر يعني. تمام كده يا دكاتره، يبقى حضرتك هتشخص الليبتوسبايرا منين؟ من بشكل اساسي هتشخصها من البيبل ات ريسك، الراجل ده هو بالاوكيوبيشن بتاعته ات ريسك، او عيل بيعوم في الميه ولا حاجه. اوكي، فالناس الفلاحين بيبقوا مصابين اكتر بحاجه زي كده. تمام كده يا دكاتره، يبقى ادي الجزء الخاص بالليبتوسبايرا زي ما قلت لكم، حاجه يعني بكتيريا سهله جدا ودرس لطيف خالص يعني. كده ان شاء الله رب العالمين خلصنا المجموعه بتاعت الاسبايروكيتس. الفيديو اللي جاي بقى هنتكلم يعني عن حبه كريز المايكرو اللي هي المايكوبكتيريوم تي بي، يعني بصوا البكتيريا المحببه الى قلبي. ان شاء الله رب العالمين نروق كده على حالنا ونستمتع بشرح المايكوبكتيريوم باذن الله. لو في عند حضراتكم اي استفسارات او اي حاجه سيكشن الكومنت تحت، ما تنسوش بقى ايه لايك وشير وسبسكرايب في القناه وشغلوا جرس التنبيهات علشان يجي لكم تنبيهات او اشعارات باي فيديو ننزله جديد ان شاء الله. تمام كده، السلام عليكم.